تحياتي واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم الحقيقه. ان شاء الله يا رب تكونوا بالف خير وصحه وسعاده. الخبر اللي معانا واللي هنبدا بيه بسم الله يمكن خبر يحسس اي مصري وطني حر بالفخر، خاصه في ملف التعاون الدولي. طبعا اي متربص احنا ملناش دعوه بيه، احنا بنتكلم في اي حد فعلا حاسس بكل التطور اللي بيحصل في بلدنا، خاصه في هذا الملف. ايضا ليه بقول الكلام ده؟ لأن في مسؤولين أشادوا والمسؤولين دولت موجودين في العديد من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية بإطلاق وزارة التعاون الدولي كتاب اسمه مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، ده من كلية لندن للاقتصاد. اعتبروا أن الكتاب ده بيعكس ريادة التجربة المصرية ويتيح إمكانية تطبيق هذه التجربة على مستوى الدول الناشئة والنامية. إن مصر بقت متميزة ولها يعني قدر من التفرد في هذه التجربة الريادية الاقتصادية، خاصة في مجال التعاون الدولي. أهمية ده إيه بالنسبة لمصر وبالنسبة للدول النامية والناشئة إنها تتعلم من هذه التجربة اللي ليها يعني الكثير من الخطوات والتحديات اللي مصر قدرت انها تجتازها الحمد لله ولسه مستمره فيها، وكمان سمعه مصر بقى دوليا اخبارها ايه في الموضوع ده؟ ده اللي احنا هنعرفه مع الدكتور مصطفى ابو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصاديه والاستراتيجيه. دكتور تحياتي لحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك استاذه ايه وكل الساده المشاهدين. الكتاب ده قد ايه هيفرق كتير جدا في سمعه مصر دوليا؟ طبعا في البداية هيفرق كتير جدا، لأن خلال السبع سنوات الماضية مصر بذلت كتير من الجهود في كافة القطاعات لتحقيق كافة المستهدفات الخاصة بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وزي ما شفنا خلال السنوات السابقة مصر ازاي قدرت ان هي تنفذ برنامج اصلاحي في المرحلة الاولى، وازاي قدرت ان هي تضع الاقتصاد المصري على المسار الصحيح مرة تانية وتحقيق كافة المستهدفات وزيادة معدلات النمو وانخفاض في معدلات الاقتصاد بالاشادات المتوالية من المؤسسات الدولية والائتمان الدولي. ده عزز من قدرة مصر و يعني منظورها قدام الدول العالم الخارجي، ومن ثم ده ساهم بشكل كبير جدا في ان تكون مصر نموذج يحتذى به في عملية الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة المستدامة. وده اللي بيخلي حاليا كافة الدول او المؤسسات الدولية ومؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية بينظروا إلى مصر على إنها نموذج قدر إن هو يوضع بصماته السريعة على الساحة الدولية من خلال الرؤية والاستراتيجية اللي بتنتهجها الدولة من خلال استراتيجية التنمية المستدامة. طيب دكتور مصطفى، خلينا نتكلم في تفاصيل أكتر. يمكن حضرتك أشرت وتكرمت في هذا التحليل إن مصر ليها بصمات مختلفة وفريدة في هذه التحديات الاقتصادية اللي مرت بيها. لو هنتكلم على البصمات دي أو التحديات اللي تمت على أرض الواقع، ممكن نتكلم في إيه؟ يعني لو رتبنا كده الخطوات، إيه أكتر تحدي كان صعب ومصر قدرت إنها تتخطاه بشكل كبير جدا وبشكل متميز وفريد يقدر أو يخلي الدول الأخرى في العالم إنها تحتذى بيها بشكل كبير جدا كقدوة أو كموقف ريادي وتجربة رائدة؟ تمام. احنا عندنا كان عندنا عدة تحديات او مشاكل رئيسية خلال الفترة الماضية، من بينها عملية تحديث البنية التحتية ومحطات الكهرباء والمياه وإعادة هيكلة لاستخدام الموارد الطبيعية اللي متوفرة في مصر من خلال الاتجاه للتنقيب والبحث عن الحقول الغاز والدخول في مجال جديد زي الطاقة المتجددة، وازاي شفنا مشروع بنبان للطاقة الشمسية واللي خد أكثر المشروعات تميزا من البنك الدولي. كان عندنا إشكالية ازاي ان احنا نوفر التمويلات الخاصة للبنية التحتية وتلك المشروعات اللي كانت عندنا فيها مشاكل كبيرة. ده كان من خلال البرنامج الإصلاح اللي تم
تنفيذه من خلال إعادة هيكلة الاقتصاد المصري وإعادة اكتشاف مصر لمواردها واستغلالها الاستغلال الأمثل، وبعد تطبيق البرنامج الإصلاحي والإشادات اللي تمت من خلاله كانت هناك رؤية أوسع لزيادة التنمية وزيادة التعزيز التعاون مع شركاء التنمية، إذا كنا بنتكلم على وكالة التنمية الفرنسية أو وكالة الأمريكية للتنمية أو الألمانية للتنمية أو كافة شركاء التنمية على مستوى العالم في الدخول للمساهمة مع الدولة المصرية في إعطائها تمويلات لتنفيذ مشروعات محددة، لأن التمويل الإنمائي ما بيكونش لمشروعات مفتوحة ولكن بتكون لمشروعات محددة في على سبيل المثال في النقل، في الإسكان، في الصحة، في البنية التحتية، في مشروعات خاصة بمعالجة المياه، في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وبالتالي قدرت مصر مع كافة الإشادات الدولية أن هي تعزز من وجودها حتى وصل محفظة التمويل الإنمائي في مصر ل 25 مليار. طيب دكتور دولار. مصطفى، يعني ترد على اللي بيسأل ويقول طب ما هو كل بلد ليها ظروفها الخاصة وكل بلد ليها تحدياتها الخاصة، وممكن تحديات مصر تكون سهلة بالنسبة لها وبالنسبة لظروفها تكون صعبة لبلد تانية، فبالتالي الظروف مش شبه بعض وبالتالي التحديات مختلفة، تقدر برضو ترد عليه تقول له ايه؟ بالطبع ان كل ظروف دولة بتختلف عن ظروف الدولة الاخرى، ولكن المعيار الاساسي هو كيفية ادارة التمويلات اللي بتيجي من شركاء التنمية وتعظيم قيمتها المضافة، وفقا ان تكون الدولة دي عندها خطة للتنمية وعارفة إمكانياتها وعارفة احتياجاتها بالضبط وإزاي تستغل تلك التمويلات لتعظيم القيمة المضافة وتحقيق المستهدفات. يعني آخر تقارير للتنمية المستدامة إن مصر تقدمت يعني مراكز كثيرة في التنمية المستدامة، لأن الدولة المصرية عندها محددات معينة من خلال الربط مع أهداف التنمية المستدامة الأممية في مكافحة الفقر، في مكافحة القضاء على التسرب من التعليم، الصحة الجيدة، البنية التحتية، الحفاظ على البيئة، وده مصر في هذا الإطار خطت خطوات. وزي ما حضرتك أشرت الكلمة مهمة جدا هي كيفية الإدارة، وهنا كيفية الإدارة بقى ملهاش علاقة بظروف جغرافية أو بظروف اقتصادية على قدر ما ليها يعني صلة بكفاءة الإدارة في كل هذه التحديات اللي ممكن تكون مشابهة مع دول أخرى أو غير مشابهة، ولكن الإدارة نفسها وقواعدها هي اللي بتبقى أساس في النجاح، وده اللي بيخلي مصر ليها تجربة رائدة في مجال تعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي. دكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، أنا شاكرة جدا لحضرتك يا فندم على كل هذه التفاصيل. كلمنا كتير هنا في مع حضراتكم في البرنامج عن مشروع مهم قوي اسمه تأهيل الترع في مصر، والحقيقة المشروع ده يعتبر من أهم المشروعات اللي مصر مركزة فيه جدا جدا، لأنه ليه عائد اقتصادي مباشر وليه عائد إيجابي حضرتك كمواطن هيجيلك في أشكال كتيرة جدا. والله بقى ممكن يجيلك في توفير يعني المية بشكل كده محترم، ممكن يجيلك في فرصة عمل، ممكن يجيلك حتى في الاستفادة الاستثمارية اللي مصر دايما بتسعى ليها من خلال هذا المشروع. وإحنا عايزين نعرف برضو هو وصل لحد فين، يعني مصر انتهت من المرحلة الأولى وصلت لحد فين، طيب في مراحل تانية ولا لأ؟ ده اللي احنا هنعرفه مع المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الري. مهندس محمد تحياتي ليك. أهلا بحضرتك يا فندم. لو حضرتك تقول لنا كده آخر التفاصيل اللي خاصة بهذا المشروع المحترم. احنا انتهينا الحمد لله لغاية دلوقتي من أكثر من 2000 كيلومتر من الترع على مستوى مختلف المحافظات بالفعل، بالإضافة أن احنا شغالين في أكثر من 5500 كيلو
دي يعني قرى شغالين فيها بالفعل برضو في مختلف المحافظات، في حوالي ما يقرب من 700 كيلو أخرى وفرنا لهم اعتمادات مالية تمهيدا لطرحهم قريبا بإذن الله. هنجد أن إجمالي القرى اللي احنا شغالين فيها سواء انتهينا أو بجاري العمل فيهم أو هنطرحهم قريب بنتكلم على أكثر من 8200 كيلو متر على مستوى الجمهورية، من أصل 20,000 كيلو هم مستخدمين على مستوى الجمهورية خلال مدة المشروع كلها يعني. طيب احنا عايزين برضو نذكر كده السادة المشاهدين، هي ايه المنفعة المباشرة لأي مواطن مصري من هذا المشروع؟ احنا بنضمن من خلال المشروع دوت عملية توزيع دقيقة وعادلة بين جميع المزارعين. مش هنشهد زي ما كان بيحصل للأسف في بعض الأماكن قبل كده بعض الشكاوى من بعض المزارعين إن المياه مش بتوصل لنهاية الترعة، لكن الموضوع ده بإذن الله هيكون يعني يختفي تماما. القطاع الحالي للترعة هيكون قادر تماما على توصيل المية لكامل الزمام وكامل المزارعين. قبل كده كنا بنشوف انه ممكن دور العمالة 5 أيام بيخلص وبعض المزارعين في نهاية الترعة بيشتكوا انه لسه المية ما وصلتش، بيطلبوا يوم او يومين مد كمان فبيوصلوا 7 أيام عشان بس المية توصل لهم. لكن دلوقتي وبالمناطق اللي فعلا تم تأهيلها في خلال 2 أو 3 بالكثير الجميع بيكون أتم عملية الري بالفعل بدون أي مشاكل، فالحمد لله دي ساهمت بشكل رئيسي في حسم شكاوى المزارعين فيما يخص عملية الري. طيب فرص العمل ده أحد المشروعات كثيفة العمالة اللي احنا بنتكلم على أكثر من 300 شركة ومقاول شغالين في هذا المشروع. طبعا كل مقاول بيعمل مع عدد كبير من العمالة، في أيضا عمالة غير مباشرة، احنا بنتكلم على استخدام لأحجار الدبش واستخدام للخرسانة وخلافه. كل دوت بيعمل بيوفر فرص عمالة كتيرة سواء مباشرة اللي تشتغل في الترعة نفسها أو مثلا في عربيات اللي بتنقل الدبش أو الرد أو الأسمنت أو خلافه، ففي آلاف من فرص العمل اللي بتتوفر فعلا نتيجة لهذا المشروع. مهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، شكرا جدا لحضرتك يا فندم على كل هذه التفاصيل المهمة. عيد الأضحى على الأبواب وكل سنة وحضراتكم طيبين، وكل سنة وكل مصر بألف خير وسعادة يا رب. طبعا الموسم ده كان بيبقى موسم عزيز جدا علينا كلنا لأن ده بيبقى موسم الحج. من ساعة الابتلاء الأكبر ابتلاء الكورونا والموسم ده يعني يعتبر مش في الزهو بتاعه اللي احنا اتعودنا عليه في كل سنة، عشان كده للسنة التانية يعني المملكة العربية السعودية قالت ان الحج هيقتصر للعام التاني على التوالي على المتواجدين جوه الأراضي السعودية. طيب هل احنا بقى لو ربنا مش كاتب لنا الحج ومش كاتب لنا في الأيام اللي فاتت برضو العمرة، هل في حاجات تانية موازية يعني في الأيام المفترجة دي والأيام المباركة دي اللي ربنا يعني يجعلها دايما تعود لينا بالخير واليمن والبركات، نقدر إن احنا نستثمر فيها بعض السلوكيات وبعض العادات الدينية اللي تقربنا أكتر من ربنا، ونقدر إن احنا نستثمر يعني إن احنا ربنا ادانا العمر إن احنا نعيش الأيام دي؟ هل في كده؟ الحقيقة مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية قال إن في عدد كبير من الأعمال الصالحة اللي بتوازي الحج، يعني أو نقدر نقول إن احنا ما نخسرش يعني إن ما فيش حج ومش هنقدر إن احنا يعني نقتنص الثواب اللي موجود في الحج والعمرة. فبر الوالدين، النية الصادقة، بعض الأعمال التانية اللي احنا مفترض كده نعرفها من الدكتور أسامة الحديدي المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عشان يقول لنا إزاي نستثمر الأيام المفترجة دي على خير حتى لو احنا مش بنحج. يا دكتور كل سنة وحضرتك طيب في البداية. اهلا وسهلا استاذة آية بحضرتك والسادة المشاهدين، وكل سنة وحضرتك والسادة المشاهدين والأمة كلها بخير وصحة وسعادة يا رب. وحضرتك بألف خير. نقدر نعمل ايه في الأيام المباركة دي عشان نوازي يعني الثواب على قد ما نقدر للحج او العمرة؟ بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومولاه وبعد. خلينا في البداية أستاذة آية نؤكد على ما بيّنه الله سبحانه وتعالى من فضل هذه الأيام. ربنا سبحانه وتعالى أقسم بها في كتابه
اللي هي الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة وأيام الحج. والله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم. يقول ربنا سبحانه: الحج أشهر معلومات، ويقول: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. وفي أكثر من موضع في القرآن الكريم، ولكن خلينا نلتفت أكثر إلى ما يمكن أن ينتهزه الإنسان أو يستثمره الإنسان لصالح نفسه وأهله ومجتمعه في هذه الأيام. دي أيام نفحات، زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها، فربما أحدكم تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل السعادة، وأن لا يجعلنا من أهل الشقاء، وأن يجعل مجتمعنا كله من أهل السعادة أجمعين. الأيام دي تتميز بشرف الزمان اللي بيتضاعف فيه عمل العبد، لأن الأعمال بتتضاعف لسببين، أجرها بيبقى مضاعف لسببين: إما أن يكون العمل الإنسان عمله أو تقرب إلى الله به في زمان شريف، أو أن يكون تقرب إلى الله بهذا العمل في مكان شريف. طيب إحنا هنا ممكن نعمل إيه؟ ممكن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ببر الوالدين. ليه؟ لأنه في قطيعة دلوقتي، بنشوف تفكك أسري، بنشوف مشاكل بين الابن والآباء والأمهات، بنشوف مشاكل العكس برضو بين الآباء والأمهات، صحيح. وبنشوف مشاكل في الاتجاه الآخر بين الأب والأم والأبناء وعدم احتواء. طيب نعمل إيه؟ بر الوالدين يعدل ثوابه ثواب الحج والعمرة. الله، للدرجة دي؟ نعم، أتى رجل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أشتهي الجهاد وإني لا أقدر عليه. فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل بقي أحد من والديك، يعني أبوك أو أمك، حد منهم عايش؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، أمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: فاتق الله فيها، فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد، فإذا دعتك أمك فاتق الله وبرها. طب واللي فقد والديه؟ يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ببر جاره، ببر مجتمعه، ببر أعمامه، ببر أخوانه. ما ينفعش يكون البر ممتد حتى لو هم مش موجودين معايا في الدنيا، أطلع صدقة مثلا على روحهم. نعم. أذكرهم كده بالخير دايما. أحسنتي. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهنا بقى نفتكر سيدنا عبد الله بن عمر لما كان ماشي في الطريق في رحلة أو في سفر، وبعدين وجد رجلا فنزل له من على راحلته، فتعجب أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أصحاب سيدنا عبد الله بن عمر، وقالوا له: نزلت لهذا الرجل من على راحلتك وأعطيته الدابة التي كانت بجوار دابتك، وخلعت له بردة كانت على عاتقك أو على حاشيتك؟ قال: إنه كان صاحب عمر، يعني إلا أنا بريته ده كان صاحب والدي. طيب إيه الأشكال التانية سريعا كده يا دكتور أسامة اللي أقدر أن أنا أتقرب فيها في الأيام المفترجة دي وتوازي ثواب الحج، وتكون أعمال بسيطة جدا؟ زي أعمال بسيطة ولكن عظيمة جدا في الأجر. خروج الإنسان من بيته متوضئ لأداء صلاة الفريضة في المسجد. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. وكان حضور درس العلم في عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المساجد وحضور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتفافهم حول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه أجر عظيم جدا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: من غدا إلى المسجد أو راح لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. طيب الصدقات؟ الصدقات الإنسان يجب أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام بسائر الأعمال الصالحة.
ليه؟ لأنه جاء الفقراء إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يا رسول الله يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولكن لهم فضل مال يحجون به ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال لهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بشيء إن أخذتم به أدركتم من سبقكم يعني بهذه الأعمال ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله؟ قالوا بلى يا رسول الله، نفسنا نتعلم حاجة زي كده. قال تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. وده طبعا يعني دي تعتبر من العادات اللي ناس كتيرة جدا يعني ربنا يحفظهم يا رب، يعني كل يوم بتبقى من العادات اليومية وبتبقى سهلة جدا وبتتمتع باليسر يعني. فطبعا أنا بشكرك جدا. اتفضل سريعا يا دكتور. من صلى الغداة يعني الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم يا رب. يا رب يا دكتور، كل سنة وحضرتك بألف خير وسعادة. دكتور أسامة الحديدي المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، طبعا شاكرة جدا ليك، يعني كنا نتمنى الحديث يبقى أطول من كده لكن الوقت كالعادة. في معلومة كده يمكن احنا كنا بناخدها زمان في المدرسة بتقول ان عشان الأرض تبقى قريبة من الشمس فدي ممكن اللي بتتحكم في الفصول الأربعة، يعني في معتقد كده ان درجة القرب بتاعة الأرض من الشمس هي اللي بتحدد ان احنا مثلا في فصل الشتاء، في فصل الصيف، في الخريف، في الربيع، زي ما احنا كده شايفين على الشاشة. طيب المعلومات اللي انا هقولها لحضراتكم دي ممكن تنفي المعتقد ده. ليه بقى؟ لان بكرة ان شاء الله هتصل الكرة الارضية الى ابعد مسافة في المدار الخاص بيها حول الشمس السنة دي. طب الكلام ده بناء على ايه؟ ان كشفت الجمعية الفلكية بجدة في تقرير ليها ان الارض بتصل لابعد مسافة من الشمس في نص الصيف بالنصف الشمالي، وهنا المفارقات بقى اللي بتقول لنا بان المسافة من الشمس للارض يعني مش السبب الرئيسي في حدوث الفصول الاربعة. الكلام ده احنا محتاجين فيه تفاصيل، عشان كده معانا الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية. يا دكتور تحياتي لحضرتك في البداية، وفهمنا بقى ايه الحكاية وايه المعلومة وايه حقيقة المعلومة دي. اولا مساء الخير على حضرتك جميع المشاهدين، كل عام وحضراتكم بخير. حضرتك بألف خير. الموضوع ببساطة كده نوضحه للمشاهدين، احنا عارفين ان الارض بتدور حوالين نفسها امام الشمس، ودي بتعمل لنا الليل والنهار. صحيح. وبتدور والدورة دي بتاخد 24 ساعة وبتدور حوالين الشمس دورة مقدارها 365 يوم وربع، ودي بتعمل لنا السنة الكاملة. أثناء دوران الأرض حوالين نفسها وأمام الشمس، احنا عارفين إن الأرض ما هياش كروية منتظمة، لكن فيها نوع من الاستطالة، والمحور بتاع دوران الأرض فيه ميول بدرجة بزاوية حوالي 23.4 درجة. القصة دي بتخلي أن الأرض أثناء دورانها حوالين الشمس بتقرب شوية وبتبعد شوية. القرب والبعد ده ما بيفرقش كتير في زي ما حضرتك أشرتي في التقرير في الفصول الصيف والشتاء والخريف والربيع، لأن المسافة دي لو احنا جينا نقيسها هي لا تذكر بالنسبة للمسافة ما بين الشمس والأرض. متوسط المسافة ما بين الشمس والأرض حوالي 150 مليون كيلو متر، يعني 8 دقائق ضوئية، يعني الضوء بيطلع من الشمس لحد ما يوصل الأرض بياخد 8 دقائق في المشوار ده كله. 8 دقائق من سرعة الضوء اللي بيمشيها الضوء، تمام؟ الفرق ما بين الأوج والحضيض، المسافة القصوى والمسافة القريبة، حوالي 5 مليون كيلو متر، فده ما بيفرقش كتير قوي في ال 150 مليون كيلو متر. لكن قصه الفصول الاربعه نتيجه دوران الارض حوالين الشمس
فبيحدث ان في جزء من الشمس زي نص القطر نص الكره الشمالي بيكون الى حد ما اقرب من الشمس اثناء دورانه، وبالتالي بيديني فصل الصيف، او ان نص الكره الشمالي بيكون ابعد ما يكون عن الشمس وبيديني فصل الشتاء. والقصص دي احنا عندنا اربع ايام فلكيه على مدار العام بنسميها ايام فارقه. يوم 21 يونيو اللي اعلنا عنه قريب ده كان الانقلاب الصيفي. 21 سبتمبر الاعتدال الربيعي. ديسمبر الانقلاب الشتوي. مارس الاعتدال الربيعي. وهقول لحضرتك يعني ايه انقلاب ويعني اعتدال. بالظبط كده. انقلاب انقلاب يعني عندنا كانت حاجه طويله وبدات تقصر. ففي الانقلاب الصيفي النهار اطول ما يكون هيبدا تدريجيا يقصر في مقابل ان الليل بيطول. علشان يجي لي بعديها اعتدال، يعني الليل قد النهار، وعندنا في الربيع وفي الخريف الليل والنهار تقريبا. طب ما هو الفصول دي بتبقى متفاوته ما بين مكان واخر يا دكتور. التفاوت ما بين نص الكره الجنوبي ونص الكره الشمالي للارض. يعني احنا عندنا النهارده او الصيف في نص الكره الشمالي هو شتاء في نص الكرة الأرضية الجنوبية. بيحصل برضو الانقلاب ده في نفس التوقيت فيحصل التغييرات لكل لكن هناك شتاء وهنا صيف. تمام. الاعتدالات خلاص اليومين زي بعض، والخريف والربيع نسبيا مفيش. طيب في أي ده سؤال الأخير لحضرتك يا دكتور، يعني الكرة الأرضية بتصل لأبعد مسافة من الشمس غدا، المعلومة دي هل بتفرق في بعض التغيرات مثلا المناخية مثلا الموجودة في مصر عن أي دولة تانية أو في أي نقطة في الكرة الأرضية مثلا؟ لحد ما بتفرقش قوي في درجات الحرارة، لكن زي ما قلت حضرتك درجات حرارة وفصل الصيف تحديدا نتيجة إن حاليا احنا قريبين من مدار السرطان، الشمس أشعتها بتسقط عمودية على الأرض وبالتالي بيكون الحر عندنا. لكن لو في وقت عند حضرتك اوضح جزء تاني من التغيرات الشمسيه اللي احنا عايشينها. هي دقيقه واحده اللي فاضله لي يا دكتور، لو تعرف يبقى تمام جدا، اتفضل. احنا عندنا النشاط الشمسي مصنف على دورات، كل دوره متوسط عمرها 11 سنه. احنا حاليا بدانا من نهايه 2019 الدوره رقم 25. مع بدايه نشاط الدوره الشمسيه بيكون في انفجارات وبقع شمسيه وعواصف مغناطيسيه قليله بتزيد تدريجيا كل ما نوصل لمنتصف عمر الدورة الشمسية دي، ودي من الحاجات اللي بتأثر في الطقس الفضائي والتغيرات الجوية الكبيرة، مش على المستوى المحدود في المناطق زي عندنا في مصر حر، في أوروبا دافي شوية إلى حد ما. تمام؟ يعني ده اللي بيفرق في درجات الحرارة من بلد للتانية مثلا زي ما حضرتك وضحت كده. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية. طبعا الخبر ده لكل من يهتم بالفلك، والحقيقة لازم برضو يكون عندنا كده يعني بنية معلوماتية فيما يخص الأرض وآخر التطورات فيها، لأن ده موضوع بيبقى بيهم العالم كله الحقيقة. بنتكلم كتير عن حاجة أو عن موضوع مهم برضو اسمه الذكاء الاصطناعي. طيب هي مصر وصلت لفين في هذا الموضوع اللي شاغل برضو دول كتيرة في العالم؟ وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي تم إطلاق يعني أو أعلنوا إطلاق منصة خاصة بالذكاء الاصطناعي تحت مظلة المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي عشان تكون البوابة الرسمية لبلدنا مصر في مجال الذكاء الاصطناعي. طيب المنصة دي بتضم فعاليات أخبار تفاصيل خاصة بمشروعات الذكاء الاصطناعي في مصر. الكلام ده مهم في ايه بقى؟ في بناء القدرات اللي بتقدمها الجهات المختلفه والانجازات اللي خاصه بهذا المجال، ده اللي احنا هنعرفه مع الدكتور مصطفى ابو جمره خبير امن المعلومات. يا دكتور مصطفى تحياتي لحضرتك. اهلا وسهلا. لو بنتكلم اصلا عن اهميه الذكاء الاصطناعي ده ايه؟ قبل ما نتكلم فيه عن مصر ودورها فيه. الذكاء الاصطناعي احنا بنسميه الثوره القادمه في تقنية المعلومات، لأنه هو أتاح للإنسانية اختصار عمليات حسابية كتيرة جدا، خاصة فيما يتعلق في الإفيشنسي الإنتاجية وتحسين البرودكتيفيتي وخلافه، والتنبؤ كذلك
الأعمال الاقتصادية والصناعية وخلافه. فدخول مصر لهذا المجال كان الحقيقة خطوة قوية جدا للدولة، وأنها تعمل له مجلس وطني وتهتم به، لأن هو العاملين فيه مش كتير، ويمكن هو هيذوب ما بين الشركات العاملة في التكنولوجيا المعلومات، لكن هو أساسي جدا، وقدراته على تفعيل وظائف كتيرة جدا مش هيبقاش شايفها المواطن، لكن هتوفر حاجات كتيرة جدا. زي ايه يا فندم؟ يعني زي في الطب مثلا، هيكون قادر على التنبؤ بالمرض، هيكون قادر على التنبؤ بالمشاكل الصحية. زي في الاستثمار، هيبقى عارف فين اقدر احط فلوسي وتنجح. الوضع بالنسبة للمرور، الطريق دوت مش موجود، الطريق البديل دوت هيبقى هيفتح كمان شويه. طيب خطوات مصر بقى في الموضوع ده ايه اخبارها يعني كتقييم، وفي نفس الوقت هل احنا متاخرين ولا الوقت كان مناسب الحقيقه؟ لا الحقيقه احنا يعني هو المجلس دوت بقاله سنه ونص واتى اكله. يعني هو لما بدا كانت مصر ترتيبها في العالم ال 111. احنا النهارده في خلال سنه ونص وصلنا ل 56 على العالم، وده ترتيب جيد جدا ولسه قياسي. قياسي طبعا. وانا بتنبأ ان احنا في مصر هيكون لنا وضع كويس، لان احنا عندنا ميزتين. اولا عندنا الايد الماهره القادره على انها تبني، بالتالي ان احنا ما نكونش مستخدمين ولكن كمان نكون مقدمين لهذه التقنيات. والحقيقه الوزاره من خلال مؤسسه اتصال، مؤسسه ايتيدا، بتوفر التدريب وبتوفر التأهيل مهم. بالظبط. الحاجه الثانيه ان احنا نتيجه ان احنا بلدنا بلد كبيره، ففيها وفره للبيانات كتيره قوي، وفيها وفره للمتغيرات. يعني انا عندي حتت سخنه قوي وحتت برد وحتت على البحر وحتت في الصحراء، وعندي صناعات كتيره قوي، فبالتالي لان الذكاء الصناعي عشان ينجح ضروري ان انا ادربه ببيانات سابقه. صحيح. فدوت مدينة زي ما حضرتك اشرت كده ان هذا الانجاز انه يحصل، والترتيبات نفسها بتاعت مصر، ترتيب مصر يفرق في كل هذه المراكز في سنه ونص، ده الحقيقه شيء مبشر جدا، خاصه كمان في السنين اللي جايه وفي الخطوات اللي بتفعل على ارض الواقع. مهندس دكتور مصطفى ابو جمره، خبير نظم المعلومات، طبعا انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله. الخبر ده الحقيقه مفرح جدا. ليه بقى؟ بتوقع هيئه قناه السويس في احتفاليه عالميه الاربعاء اللي جاي ان شاء الله عقد التسويه مع الشركه المالكه للسفينه البنميه ايفر جيفن. بيحضر التوقيع، توقيع عقد التسوية، رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع، ممثل الشركة المالكة للسفينة، وعدد من السفراء والشركاء الدوليين. وبعد توقيع العقد ستغادر السفينة البنمية قناة السويس، وكمان توصلت هيئة قناة السويس لاتفاق مع الشركة المالكة للسفينة التي يعني تم تعطيل الملاحة في القناة يعني بسبب هذا الحادث طبعا اللي احنا كلنا عارفينه في مارس اللي فات. حقيقة الخبر ده مهم جدا جدا، وان شاء الله يعني نتابع هذه الاحتفالية يوم الأربع اللي جاي. فصل قصير وهنرجع تاني لحضراتكم، مكملين معاكم في الحقيقة دائما، ابقوا معنا. رواد 2030، حضرتك كشاب مصري أو كشابة مصرية لازم يكون عندكم العلم بهذا المشروع. ليه بقى؟ لأن المشروع ده بيضم الكثير من الحملات اللي ممكن حضرتك تهتم بيها وتعود بالنفع ليك بشكل مباشر جدا في مستقبلك وبناء مستقبلك فيما هو قادم. من ضمن الحملات اللي موجودة في رواد 2030 واللي بتنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حملة المليون ريادي. مليون ريادي، ايه مراحل الحملة دي؟ طب ايه تفاصيلها؟ ازاي كمان سمعت في اليو ان يعني؟ وقد ايه ده هيبقى مشرف جدا للشباب المصري في الفترة اللي جاية، وكمان هو متاح بالانجليش ومتاح بالعربي طبعا، ومتاح لاخواتنا بلغة الاشارة من الصم والبكم. عايزين نعرف كل التفاصيل المحترمة دي مع الدكتورة غادة خليل، مديرة مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط
والتنميه الاقتصاديه. انا اتكلمت صح في التفاصيل ولا تصححي لي بعض المعلومات كده؟ طبعا الاول يعني بحيي حضرتك وبشكرك على دعوتي وبحيي الساده المشاهدين. طبعا اتكلمتي صح. هو رواد 2030 ده مشروع تم انشاؤه تحت مظله وزاره التخطيط والتنميه الاقتصاديه بهدف دعم فكر رياده الاعمال وتقديم كل الادوات اللي بتمكن الشباب ان هم يخوضوا العمل الحر ويبتدوا يعملوا مشروعات لنفسهم. كان الهدف الرئيسي من الموضوع انه الشاب بدل ما كان في الاول كان بينتظر الوظيفه بيخلص تعليمه بينتظر في طابور التوظيف، هو الان عنده كل الادوات اللي بتمكنه ان هو يخلق الوظيفه لنفسه، وبنعلمه ازاي يفتح مشروع لنفسه ويصنع الفرصه لنفسه بالظبط. فمن اول ما ابتدى المشروع كنا بنشتغل على ثلاث محاور رئيسيه. يمكن المحور التعليم كان اخذ مننا جزء كبير، اطلقنا فيه ماجستير مهني في رياده الاعمال واداره الابتكار مع جامعه كامبريدج، واطلقنا فيه دبلومه ثانيه مع الجامعه الامريكيه ودبلومه اخرى مع الجامعه الالمانيه، وبحمد الله طبعا خرجنا دفعات من الثلاث مبادرات دول. ويعني منذ قليل يعني من فتره وجيزه جدا اطلقنا حمله المليون ريادي، ودي يمكن اكبر حمله بتعتبر من نوعها تعليميه في يعني يمكن مش في القاره الافريقيه وفي الشرق الاوسط وفي شمال افريقيا، احنا بنستهدف فيها مليون رائد اعمال بنهيئهم وبنعدهم ان هم يفتحوا مشروعات خاصه بيهم تسهم في الاقتصاد وتنوع مصادر الدخل وتكون يعني فرصه ان هي تخلق وظائف ليهم وتساهم في الحراك اللي حصل في مصر. وفي نفس الوقت بنستهدف من المليون دول 50,000 شركة ناشئة جديدة تضيف إلى اقتصادنا في مصر. ده كل اللي كلمت حضرتك والسادة المشاهدين عليه، ده محور التعليم. على صعيد آخر عندنا محور خاص بالتوعية، أطلقنا فيه حملة كبيرة اسمها حملة ابدأ مستقبلك. الحملة دي بتستهدف الطلبة طلاب المراحل الإعدادية أو المرحلة الإعدادية من المدارس، طبعا بنعمل لهم أنشطة وبنعلمهم إزاي يقدروا يعني برضو من البيئة المحيطة ليهم يشوفوا إيه المزايا التنافسية اللي موجودة في المحافظة اللي حواليهم، وإيه الحاجات اللي ممكن يشتغلوا عليها من وهم صغيرين، عشان بعد كده الأدوات كلها المتاحة اللي إحنا بنشتغل عليها كوزارة التخطيط وجميع الجهات الحقيقة اللي بتشتغل في مصر تبقى الأدوات دي متاحة ليهم وهم فاهمين إزاي يقدروا يدخلوا هذا المجال المهم. وحملة ابدأ مستقبلك كمان إحنا أطلقناها على مستوى الجامعات، وبرضو بنستهدف فيها ان احنا نعمل توعية في العموم للشباب. المرحلة الثالثة أو المحور الثالث اللي بنشتغل عليه هو حاضنات الأعمال. ويمكن دايما يعني بحب أعرف حاضنات الأعمال للسادة المشاهدين اللي مش عارفين حاضنة الأعمال. حاضنة الأعمال هي المكان اللي بيقوم بدعم رائد الأعمال زي الكونسبت بتاع الحضانة، من أول ما الشاب يبقى عنده فكرة صغيرة لحد الفكرة دي ما تتطور وتبقى مشروع. فبالتالي حاضنات الأعمال دي في منها نوعين، في حاضنات عامة يعني أي شاب عنده أي موضوع يقدر يخدم أي يعني مجال في الحياة أقدر أدعمه، وفي حاضنات متخصصة. إحنا في الوزارة طبعا عندنا حاضنة متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، وعندنا حاضنة تانية متخصصة في مجال السياحة، وعندنا حاضنة مخصصة للشباب المصري والأفريقي بتخدم كل الشباب للقارة الأفريقية، وعندنا عدد من الحاضنات الأخرى العامة، وعندنا طبعا أول مصنع مصغر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بيساعد الشباب إن هم يعملوا المنتجات الأولية. يعني لو عندنا شاب معين عنده فكرة يصنع مثلا يعني أي برودكت بنساعده إن هو يعمل التصميمات بتاعته ويعمل الخط إنتاج صغير عشان يشوف المصنع. دكتورة غادة، يعني اعتبريني دلوقتي شاب مصري أو شاب مصرية بتفرج عليه، ودلوقتي الحقيقة أنا معيش فلوس، أنا لسه متخرجة ومعيش فلوس بس عندي أفكار ومحتاجة أن أنا أقدم ومحتاجة أن البلد تساعدني وتدعم فكرتي، وفي نفس الوقت سواء كانت ماديا أو حتى معنويا تشجيعيا عشان أقدر أن أنا أشق طريقي في الشغل، أعمل إيه؟ هو كل اللي احنا محتاجينه هو الافكار الحقيقه. يمكن احب يعني اشير مع حضرتك جزء او معلومه معينه. احنا مصر بتحتل المركز الثاني السنه اللي فاتت في كل دول الشرق الاوسط شمال افريقيا من حيث الشباب اللي تم الاستثمار في الشركات الناشئه فيهم. فده ان دل على شيء بيدل على ان الفكره هي الحاجه المهمه، وانه الشباب المصري الافكار اللي بتطلع من عندهم افكار قابله للتطبيق، بدليل انه جهات التمويليه بتيجي بتمولهم. احنا تاني دوله على الشرق الاوسط شمال افريقيا، فكل اللي محتاجينه من الشباب هي الافكار. الحقيقه كل الادوات اللي بيحتاجوها عشان الفكره دي تتطور وتبقى حقيقه على ارض الواقع وتبقى فرصه عمل وفرصه دخل وفرصه اضافه للاقتصاد، كل الباقي ده احنا بنقوم بيه احنا وبالتعاون. طيب مع انا اول خطوه اعمل ايه؟ اقدم ازاي؟ تتواصلوا مع رواد 2030. احنا عندنا صفحه على الفيسبوك وعندنا صفحه على الويب سايت
عندنا حسب طبعا كل واحد عنده فكرته، حضرتك مجرد فكرة فقط ولا فكرة متطورة في ذهنك ولا فكرة كاملة في ذهنك ومش عارفة تبدأي منين، ولا فكرة عملتي فيها شوية بس مش عارفة تكبريها ازاي؟ ما هو كل مشروع بيبقى ليه. طب وده محتاج ان انتوا تناقشوني طبعا. المناقشة دي بتتم ازاي؟ بيتم التواصل فورا طبعا. هي منصة المليون ريادي اللي حضرتك كرمتي وقلتي عليها من شوية، منصة المليون ريادي زي ما قلت لكم هي من اكبر المنصات اللي تم انشائها مؤخرا عشان دعم فكر رياده الاعمال وتطوير الفكر اللي موجود عند الشباب في العموم فيما يتعلق بخلق فرص العمل والوظائف. منصه المليون ريادي اول ما الشاب بيدخل عليها بتعمل زي سايكومتريك تيست او بتعمل اختبار نفسي غير مباشر حسب الاجابات على بعض الاسئله، بيقيم حضرتك عندك جدارات يعني تساعدك انك تكوني قدراتي ايه، قدرات حضرتك والمهارات اللي عندك هل بتساهم او هل بتساعدك ان انت تكوني يعني قائده نفسك في العمل ولا انت لازم تكوني بتشتغلي في فرونت ديسك. ايوه او بالظبط يعني فوقيكي حد بيليد المشروع. هي طبعا حمله مليون ريادي مقسمه لثلاث مراحل، يمكن المرحله الاولى ما بنفرقش فيها قوي بين الليفل قوي بتاع مهارات رياده الاعمال لانها مفتوحه لاكبر عدد ممكن. من اول المرحله الثانيه بيبقى عندنا سايكومتريك تيست مباشر احنا بنقيس فيه من 10 حضرتك الجدارات اللي عندك او المهارات اللي عندك فيما يتعلق برياده الاعمال اقل من 5 ولا اكتر من 5. لو اقل من 5 السيستم بيعمل ريكومنديشن لحضرتك انك تعيدي دورات تدريبيه معينه او ممكن يعني يعمل سكيب لدورات معينه فحضرتك توصلي تدخلي على المرحله الثالثه فورا او قياس قدرات يعني. بالظبط. طيب الكلام ده متاح بالعربي وبالانجليزي وبلغه الاشاره ازاي يعني بقى؟ موجود بلغه الاشاره دي تم ترجمتها بلغه الاشاره عشان اخواتنا الصم والبكم اللي يقدروا رياده الاعمال وتطوير المهارات والافكار يعني مش حكرة على الناطقي باللغه الانجليزيه ولا العربيه بالعكس يعني. لا طبعا يعني هم مبدعين جدا بطبيعتهم ويعني احنا شفنا انه احنا لازم نتيح ده كمان، ده نوع من انواع ان احنا بنعمل انكلوجن في بندمج كل اطياف المجتمع في المبادرات اللي بنعملها، وده يمكن واحد او سبب من الاسباب اللي خلت الامم المتحده اختارت المشروع او ادرجته في منصاتها يعني في خلال الايام القليله جدا الماضيه، لان احنا دايما وزاره التخطيط بتكون حريصه دايما على الدمج وحريصه على تكافؤ الفرص بين الجنسين وبتكون حريصة على ان احنا فعلا نستخدم كل المشروعات اللي عندنا عشان نحد من الفقر ونخلي فيه فرص عمل يعني يعني قد ايه بنحاول نشوف اهداف التنمية المستدامة ونحاول نطبق ده على ارض الواقع بشكل كبير. طيب في سن محدد مطلوب ولا مفتوح؟ هو حملة المليون ريادي مفتوحة للشباب من اي سن من يحمل الرقم القومي فقط بداية من المرحلة الاولى. ممكن ربنا يديله الصحة عنده 70 سنة ويعتبر نفسه شاب يعني ممكن هي مفتوحة لكل مفتوحة ما فيش عمر محدد. لا لا. طيب بالنسبة بقى للفترة اللي جاية او المراحل اللي جاية هل في تخطيط ليها او ايه اللي هيتم التنفيذ يعني ان شاء الله في الايام اللي جاية بالنسبة برضو لتطوير الحملة دي؟ طيب انا زي ما قلت لحضرتك وللساده المشاهدين الحمله دي ثلاث مراحل، احنا اطلقنا منها المرحله الاولى دي كان في شهر اخر شهر 4 اللي فات، في شهر 7 هيتم اطلاق السبعه الجاري اللي احنا فيها هيتم اطلاق المرحله الثانيه، وفي شهر 11 القادم هيتم يعني اطلاق المرحله الثالثه. طبعا كل مرحله الثالثه دي الاخيره؟ الاخيره فيما يتعلق بالحمله. اللي مقدم في المرحله الاولى يقدر على طول بشكل مباشر يتابع المرحله الثانيه والثالثه. هيجي له ايميل يقول له على كل كورس بينزل زي ما بيحصل دلوقتي في الكورسات الخاصه باللغه الاشاره. طبعا الموضوعات اعمق في المرحله الثانيه والثالثه لانه زي ما قلت لحضرتك هنكون بنقيس المهارات بتاعه رياده الاعمال اللي موجوده عند الشباب، لانه المرحله الثانيه والثالثه احنا بنستهدف فيها بعيدا عن انه احنا نهيئ مليون رائد اعمال، احنا محتاجين نطلع أو المؤشر الأساسي اللي عندنا هنطلع 50,000 شركة ناشئة جديدة في مصر. فبالتالي محتاجين شباب يكون عنده أفكار قابلة للتطبيق أكتر نساعدهم ونمشي معهم هذا المشوار الجميل إن شاء الله اللي هيكلل بالنجاح. وطبعا هذه المراحل كلها هتؤدي لأن الشاب يكون معاه كارت اسمه كارت المليون ريادي،
كارت المليون ريادي ده كل اللي بيقدمه هو مساعدات وحاجات تحفيزيه لرواد الاعمال، اماكن العمل المشتركه، يعني الشركات هتقدم لهم سيرفيسز ان هي تعمل لهم الويب سايت بتاعهم وتساعدهم في الاي ماركتنج، يعني كل الخدمات اللي رائد الاعمال اللي بيعمل اي منتج محتاجها عشان يطور المنتج بتاعه ويبيعه. معلش زميلي المخرج طلع بالموسيقى فعشان يحرجني يقول لي خلاص الوقت انتهى يعني، فانا بعتذر لك يا دكتوره غاده، دكتوره غاده خليل مديره مشروع رواد 2030 بوزاره التخطيط والتنميه الاقتصاديه، شكرا جدا ليكي، وكان نفسي الوقت يبقى متسع اكتر بس كالعاده انت عارفه يعني ضريبه الوقت. طبعا بشكركم مشاهدينا الكرام في متابعه حلقتنا النهارده من برنامجكم الحقيقه، وان شاء الله اشوفكم على خير بكره. تقبلوا تحيات فريق العمل اللي عمال كل شويه يقول لي يلا اختمي الحلقه، وتحياتي اي عبد الرحمن.